السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل المكرونة البشاميل بطريقة سهلة. المقادير معانا نص كيلو مكرونة، انا طبعا هعمل كمية، نص كيلو مكرونة عليها كيلو لبن عليها نص لحمة مفرومة عليها 7 معاليق دقيق. الدقيق هنحمره، انا سلقه طبعا المكرونه ومعصجه اللحمه. هقول لكم طريقه تعصيك اللحمه. هنحمر البصله في معلقه سمنه، باي ماده دهنيه انت عايزاها، زيت، سمنه، زبده، وبعدين تحطي عليها اللحمه. بعد اللحمه ما تشرب ميتها بتعمليها على العالي، ما تحطيش ملح خالص، تحطي فلفل اسمر، تحطي بهارات، وتروح ورق لوري، وتروح اول ما تشرب ميتها تحطي الطماطم على طول وقرن فلفل رومي وتحطي الملح. بعد الطماطم ما تتسبك بتبقى بالطريقه دي، بس ما تسبكهاش للاخر. ونعمل بقى البشاميل. احنا استنينا اما الدقيق برد، هنولع وننزل باللبن حبه حبه، مش هننزل بيه كله، ونقلب. هنفضل نقلب ونتابعه عشان ما يكلكعش مننا. مولعين النار على الهادي. بنقلب جامد عشان ما يكلكعش مننا. نفضل نقلب نقلب نقلب. مع البشاميل اللي ما تخن بالطريقة ديت بيتخن معاكي. اول ما يتخن بالطريقة ديت بنحط بقى الصواني، بنحط نص كمية البشاميل في المكرونة ونقلبها، ونرجع نحط في الصينية، تحط طبقة مكرونة وبعدين اللحمة المفرومة وفي الآخر البشاميل، وبتحط من فوق. عايزة تحط جبنة مبشورة رومي أو أي نوع تحطي، أنا بحط بيضة عليها نقطة فلفل وملح وبنحطها، وبعد ما ونحطها في الفرن على 200 في الرف الوسطاني، وأول ما تطلع هنوريها لكم إن شاء الله. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. بعد المكرونة ما طلعت من الفرن بتسويها على درجة 200. بعد ما بتدهني الصينية من فوق بيضة جبنة زي ما انت عايزة، تطلع بالشكل ده وطعمها في منتهى الجمال. ما تنسوش الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.